ايش هذا يا شباب؟ منافسه شريفه. منافسه لايش؟ ما منيش حين كل شيء يا مس. يا شباب يا شباب اهدوا لو سمحتوا، الاخت حابه تعمل معكم استفتاء، يعني لقاء. تلاقين الساعة 5 الصبح بزمها معي بالتاكسي وبخذها على قلعة الربض. نو اجنبي، قلعة ربض بعيدة يا مات باخر الدنيا. أنا باخذ شوان شلالات معين مي دول شاحين. نو انتي، أنا بلاقيك وين ما بدك، المهم بلاقيك وتلاقيني. وأنا باخذها جولة على البسكليت وراي وخليها تشوف الناس على حقيقتهم. أنا باخذها حذايا عندي على البيت، قصدي بس يمس حتى تشوف ايش بنوكل، ايش بنشرب. اتساترا اتساترا. اي بس فايق مش بالدار يا ابو فايق. كبرت مالك، شوف يا عرفتي ولا. شوف يا مس، انا باخذك على سوق الحلال، اوريك الحلال، وانا بموت في كل شيء حلال يا حلال. اصلا الاجانب بيحبوا الشيرينة القراءة الصحراوية، ومحسوبك خبير بنتاه بالصحراء. ما شاء الله، هيك نظرتكم للأجنبي اللي بزور بلادنا؟ بدل ما تكون نظرة احترام وتقدير وتساعدوه إذا طلب مساعدة؟ ما احنا يمس بدنا نساعدها تختار واحد فينا. تختار لإيش؟ للجواز، مشان الله جوزوني. لمعلوماتكم الأخت عربية مش أجنبية. تعبنا راح على الفاضي، طلعت منا. لو سمحتوا تفضلوا اقعدوا محلاتكم، والأخت دارسة بالنمسا وحابة تعمل معاكم استفتاء، يعني بدها تسألكم. تفضلي اسألي. شكراً.